زي حد في حجم وقيمة هند رستم في أوج تألقها وسنها وكل المعطيات، تقول مستحيل أعتزل وأبعد عن الأضواء وأقعد في البيت. إزاي قدرت تاخد هذا القرار؟ ده في حد ذاته على فكرة ده مسلسل. إزاي تعيش حياة عادية، كلاب وزرع، وتبقى زوجة طبيب وتقدم نفسها أنها حرم دكتور فياض؟ وفين فين الأضواء والانبهار والحياة دي، من الحياة دي للحياة العادية إزاي؟ شوفي، هي ابتدت صغيرة كفن، يعني نبتدي مثلا كومبارس في الأول أدوار صغيرة وكان عندها 15 16 سنة، فهي في المجال ده خطوة خطوة خطوة، وعملت نجاحات وأفلام وقصص عملت لها إشباع. يعني ايوه، عارفة إزاي؟ يعني أنت يعني مثلا هي امتلأت وتشبعت وخلاص زهدت الحياة دي. لا، ما أنا هقول لحضرتك، فلما تكون عملت، يعني مثلا ما تيجي تسالي ممثله تقولي لها انت نفسك تعملي دور ايه، تقول لك مثلا هي خلاص عملت كل ما تتخيليه من ادوار، ده الفتره بتاعتها البيك بتاعها، ونجاحات نجاحات نجاحات. جت في سنه اواخر السبعينات السينما نزلت، السينما المصريه عامه نزلت، بعد سينما المقاولات. ايوه، فدخلت لقيت نفسها داخله فين بقى، فين الكبار؟ ما فيش حد خلاص، كان كله مشي على فكره. كانت فاتن اظن راحت لندن، سافرت، وكله كله السينما قعدت السبعينات ضعيفه جدا. طلع بقى الجيل الجديد اللي هو مثلا تبقى هي قاعده مستنيه الاخ او الاخت بعد 4 ساعات عشان يجي. فحست ان ده كتير لا مش لا لا مقامها ده. طبعا. وبعدين بطلوا يعملوا في الاستوديوهات، زمان كانت الاستوديوهات دي حاجه مش قادره احكي لك جمالها، باظت، بقوا صوروا يمثلوا خارج. في سوق، في شقق، تبقى قاعده عند الناس كده لغايه ما يوضبوا. لا، لقيت بقى ايه، ان العمليه المناخ معاها اختلف. بتنزل. بس ما حسيتيش ولا مره فكره انا نجمه، كيان نجمه، لا، ما هي ما انها تبقى تبوظش بقى ست النجمه. عاديه؟ لا معلش، ما هقول لحضرتك حاجه، لما تيجي فيلم هند ومعاها مين، ما هو لازم يبقى حد عشان يبقى فيه يباسوا لبعض تمثيل، انما هند معاها مين بقى؟ يعني ما هو ما فيش، يعني عارفه ازاي؟ فانت كده هتنزلي، انت كل اللي عملتيه كتاريخ ممكن هي حست ينزل. انه مش مقامها ولا خلاص، مكانها ولا توقيتها ما دلوقتي، هو ده. فجت فذكاء، قالت لك لا، فانسحبت. كفايه بقى، شكرا. شغل بقى. واللي ساعد بقى دخول الدكتور فياض. لا لا لا، كان معاها من 60 والله دكتور. كان معاها قبل كده. لا طيب الدكتور فياض برضو لغز ليه؟ لان هم اتجوزوا بشكل تقليدي، ما كانتش قصة حب، لا وعاشوا 50 سنة قصة حب فظيعة. اه هي نفسها قالت ان انا بتعامل معاه، او انت تقريبا اللي قلتي انها بتتعامل معاه كأنه السيد اه وهي الست امينة. اه ازاي هند رستم مين يصدق؟ هند رستم اللي هي الزوجة بقى، هند رستم دي عند الناس اللي هو سينما شغلها، هي استقالت من شغلها، فين بقى الشخصية الشخصية التانية، التانية بقى، القبعة الأخرى، الزوجة؟ هي زوجة فقط، طبعا الزوجة اللي هي زوجة مثالية كده. جدا جدا، يعني بصراحة أنا ما شفتش، يعني عارفة ازاي، يعني ومش كانت بتعمل، بالغصب يعني يعني. قولي لنا نماذج كده للزوجة المثالية اللي كانت بتعمله مع الدكتور فياض. طبعا الاتنين بيصحوا بدري جدا الصبح، كانوا ينزلوا يروحوا الهيلتون، يروحوا يعملوا السباحة بتاعتهم، وهو يروح المستشفى، هي ترجع البيت او تكمل، كان دايما عندها كمانة هناك. الظهر لما يرجع هي تبقى طبعا موجودة في البيت، تطبخ له؟ طبعا بتطبخ. بس هو لازم ياكل من ايديها. جميل جدا، اي حاجة تحطها له يا سلام، يعني مش من الناس اللي ليها طلبات. يخش ينام بقى، دي عندنا في البيت مفيش حالة تليفونات. طوارئ بقى. طبعا مفيش تليفونات، احسن تيجي تليفون من بره ولاده، مش عارفه اللي هو يعني كل حاجه معمول لها الحساب. عنده مؤتمر، تعمل احلى ريسبشن عندها في البيت للاجانب والدكاتره، يعني عارفه ازاي، يعني عاشت بقيه حياتها مبسوطه باللي هي بتعمله، ده نجاح، ايه ده اللي نجاح هو على كان فكرة. بيعمله دكتور فياض تخليها تبقى يعني شمعة تحترق من اجله بحب هي وراه؟
لا يعني هي هي وراء الشمعة كل تحترق. رجل ناجح لا امرأة كده عظيمة لا زيها. هي مش شمعة تحترق، يعني هي بتحبه وهو بيحبها، وهو بقى هادي جدا وصوته واطي، فعملوا بالانس مع بعض. ماما عصبية عارفة ازاي، هو هادي، فكان فيه. وبعدين ما تنسيش ان الدكتور بيقعد طول النهار بره، يعني ما فيش القعدة الاتنين قدام بعض، يبقى فيه بقى الخناقات والشد فده ساعد، يعني ده برضو ساعد ان هو، والوقت اللي هو قاعد فيه هي بتعمل الدور بتاعها، انما مش شمعة تحترق ولا حاجة، هي بتعملها بحب ومزاج، ان ده جوزها وده بيتها وهنا بنتها وهنا حفيدها. لا يعني شافت الأسرة اللي هي ابتدت من زمان او محرومة منها، يعني عملت الحلم اللي هي الأسري اللي هي كانت بتحلم بيه بالظبط أو بالظبط، افتقدته مثلا. فلقيته لقيته وموجود. وبعدين الحمد لله ان هي ما كانتش في احتياج للشغل، ما هو ممكن انت تبقي كده بس محتاجه للشغل عايزه فلوس، هي ما كانش دي موجوده. جوازتها من والدك ما كانتش مستقرة، ولكن الجوازة دي كانت مستقرة. لا فهي هي اقول لك ليه مش مستقره، لان الاثنين نفس الشخصيه، عصبيين. ولا ما ينفعوش، هي عنيده وهو عنيد، وهو عصبي وهي عصبيه، فما مش اونكل فياض بقى هادي وفاهمه ازاي، اللي هو عملوا بالانس مع بعض ان الحياه تستمر.